أثار مغني الراب المصري المشهور ويجز الجدل بارتدائه قميصا نسائيا شفافا أثناء حضوره حفل عشاء بدار الأزياء الإيطالية الشهيرة. واختار ويجز الظهور بهذا القميص الشفاف الذي بلغ ثمنه أكثر من 120 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل بالدولار 4800 دولار، والمطرز بالتل والخرز الأسود اللامع، ليستمر ويجز في إثارة الجدل الذي اعتاد عليه منذ ظهوره على الساحة الفنية. ويجز نشر صور له وهو يرتدي القميص عبر حسابه في إنستغرام، ويرتدي هذا القميص وقد طرحته دار أزياء شهيرة ضمن تشكيلة خريف 2022، ووضعته في قائمة وقسمي الرجال والنساء. وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها مغني الراب المصري الجدل بسبب ملابسه الغريبة، ففي مارس الماضي أثار ويجز جدلا كبيرا بارتدائه ملابس اعتبرها الجمهور غريبة، ما عرضه لموجة كبيرة من الانتقادات من قبل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.